السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة شو هنتكلم عن التخطيط العمراني الأخضر في المدن الذكية، يعني بسبب تغير المناخ الموضوع التخطيط الحضري في تحدي كبير عشان نخلي المدن دي ذكية ومستدامة ومرنة. ففي تحديات منها إن احنا نزيل التلوث بتاع الكربون ونحافظ على الأحياء المستدامة والكائنات الحية، ونموذج اللي هو المدينة 15 دقيقة، إن أنت تقدر توصل من خلال المواصلات تتمشى 15 دقيقة أو 10 دقايق توصل للمكان اللي أنت عايزه من خلال المشي أو يكون في دراجات. ففي أفكار كتيرة جدا في المدينة بحيث إن احنا نحافظ على البيئة ونحافظ على التنوع البيولوجي الحضري. ففي بعض الوسائل العملية، يعني كفاية كلام نظري، خلينا نشوف ايه المواقع او ايه الاساليب اللي ممكن ان احنا نستعين بيها في حاجة زي كده. فبنلاقي تطبيق او موقع اسمه airmine.ai، ده بيوفر تنبؤات بتلوث الهواء. ده تبع شركة نرويجية، يعني شركة خاصة بتوفر البيانات من خلال انترنت اوف ثينجز والمستشعرات الانترنت، وتقدر تنبأ بجودة الهواء وتوزيع حبوب اللقاح، وفي مستشعرات جودة الهواء موجودة من اللي تقدر تتحكم في النوافذ وإدارة المناخ الداخلي، وبتقدر توفر البيانات وبرضه تتعامل مع صور الأقمار الصناعية. وفي خوارزميات خاصة بالذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي عشان تعرض الخرائط بالأشجار والعشب اللي بتسبب الحساسية. فالمدن الذكية هتستخدم حل الإير ماين لتحليل تلوث الهواء المحلي وبيانات حبوب اللقاح بكفاءة لاتخاذ قرارات مناسبة للتخطيط الحضري. ده الإير كواليتي بالشكل دوت. طيب تعال نشوف موقع تاني اسمه جو بلانيت مي، وده منصة لزراعة الأشجار وموجود منه على الأندرويد والآيفون. ودي شركة موجودة في الجبل الأسود بتوفر منصة تخدير حضرية لزراعة الأشجار، وبتساعد إنها تزرع الأشجار وتعمل إعداد للبيئات الحضرية للتكيف مع المناخ. وهي بتعمل زي تمويل جماعي من المواطنين عشان تزرع الأشجار في أكبر كمية ممكنة، والمستخدمين بيشتروا البذور من المنصة وهي بتساعد في الزراعة، وبتحسب المنصة البصمة البشرية المنتجة، وبتحسب عدد الأشجار البذور وفقا لهذا. فهي فكرة جميلة إن احنا نساعد في زراعة الأشجار بالشكل ده. لو تعرف مواقع ممكن تخدم في موضوع المدن الذكية أتمنى تكتبه لنا في التعليق.